أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. حديقة ألعاب واحدة لمليوني مواطن. إحراق مخيم عزاء واختطاف 12 مواطنا في ذمار. أمن عدن ينهي محاولة الاستيلاء على مقر اتحاد الأدباء والكتاب. شبكة البي بي سي تتساءل ماذا سيحدث لو تخلى سكان العالم عن تناول اللحوم. أهلا بكم. تحولت مارب إلى مدينة رئيسية في اليمن بعد أن ظلت في التصنيف الثانوي كمدينة نائية تفتقد لأبسط الخدمات وأكثرها أهمية، وفقا لموقع الموقع بوست والذي قال في أحد تقاريره أنه ومع انقلاب الميليشيا على الحكم في صنعاء باتت مدينة مارب من أهم المدن اليمنية، وارتفع عدد المواطنين فيها إلى رقم قياسي بعد موجة نزوح واسعة إليها من بقية المحافظات، إضافة إلى تمركز قيادة قوات التحالف العربي فيها. وعن أيام العيد في المدينة بدا المشهد مليئا بالصخب والازدحام بسبب كثافة السكان وتوجه الجميع وفقا للموقع إلى الحديقة الوحيدة في المدينة والتي شهدت زحاما شديدا يبدأ قبل شراء قسيمة الدخول لكل فرد بقيمة 100 ريال، ثم زحام هو أشد من سابقه لأخذ قسيمة دخول لأربعة ألعاب قيمة الواحدة منها 200 ريال. ويضيف الموقع بوست تتواجد في الحديقة التي لا تزيد مساحتها عن 500 متر مربع تقريبا أربعة ألعاب. يقول السكان هناك إن مارب تحتاج حديقة تتوازى مع عدد السكان فيها بعد تحولها لمدينة ذات كثافة سكانية عالية للتخفيف من معاناة الناس. موقع المصدر أونلاين علق حول ما حدث في محافظة ذمار وعنوان إحراق مخيم عزاء واختطاف 12 مواطنا في ذمار. قالت التفاصيل: اختطف مسلحون يتبعون جماعة الحوثيين يوم الثلاثاء 12 مواطنا مشاركين في عزاء بمحافظة ذمار وسط اليمن وأحرقوا مخيم العزاء. وبحسب مصادر محلية فقد داهم المسلحون الحوثيون مخيم عزاء في منطقة دوران بمحافظة ذمار أقامه أهالي القتيل غيلان الجوفي الذي قتل في مارب أثناء مشاركته في صفوف القوات الحكومية، واختطفوا أقارب القتيل وعددا من المعزين واقتادوهم إلى جهة غير معلومة ثم أحرقوا مخيم العزاء. تخبط السياسة الخارجية الأمريكية. تحت هذا العنوان كتب الفرنسي رينو غيرار في صحيفة لوفيغارو مقالا حول السياسة غير الواضحة للإدارة الأمريكية الجديدة، وقال: بين تغريدات الرئيس دونالد ترامب الليلية والبيانات الصباحية الصادرة عن الراشدين الثلاثة في الإدارة الأمريكية، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وزير الدفاع جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي هيربرت ماكميستر من جهة، وبين قرارات الكونغرس من جهة أخرى، يضيع المراقبون حين يسعون إلى الوقوف على السياسة الخارجية الأمريكية. ولا شك في أن القلق ليس على غاربه، فأمريكا تحتكم إلى نظام فعال من السلطات الموازنة التي تحول دون إقدام شخص واحد مهما كان نافذاً على التهور. ولا شك كذلك في أن واشنطن سبق أن خطت خطوات جنونية، لكنها كانت خطوات جماعية مثل التدخل العسكري الشامل في فيتنام في عام 1964 واجتياح العراق في عام 2003. ولكن في العلاقات الدولية ليس مطمئناً أن يعجز المرء عن إدراك السياسة الخارجية التي تنتهجها أقوى قوة مالية واقتصادية وعسكرية على وجه المعمورة. ولكن في الأشهر الماضية صارت الدبلوماسية الأمريكية غامضة ومرتجلة وعصية على التوقع. وفي العشرين من كانون الثاني يناير 2017 أعلن دونالد ترامب أن عدو أمريكا اليتيم هو داعش، وأن سياسته الخارجية ترمي إلى القضاء عليه، وهذا يقتضي التحالف مع روسيا، وقد لا تكون العقوبات
أمثل الطرق لحمل بوتين على استئناف المفاوضات. وأعلنت الخزانة الأمريكية أن العقوبات الأمريكية الوثيقة الصلة بقضية القرم لن ترفع قبل انسحاب روسيا من شبه الجزيرة الأوكرانية، وحسبان أن روسيا ستعيد يوما القرم إلى أوكرانيا ضعيف الصلة بالواقع، وهو صنو حسبان أن الأطلسي سيعيد كوسوفو إلى صربيا. وفي الشرق الأوسط، أمريكا هي مثل فيل يتخبط في متجر خزف، فواشنطن أججت النيران. موقع الاشتراك نت عنون في صفحته الرئيسية: الشرطة النسائية في تعز تبدأ سلسلة احتجاجات للمطالبة بمستحقاتهن ورفض فصلهن من الخدمة. يقول الموقع إن الشرطة النسائية التابعة للواء 35 مدرع في محافظة تعز أعلنت سلسلة من الاحتجاجات لمطالبة الجهات الرسمية بصرف مستحقاتهن المالية. وقالت مسؤولة في الشرطة النسائية في تهاتف مع الاشتراكي نت إن الشرطة النسائية في تعز قضين عامين من انتسابهن للواء 35 مدرع، واشتركنا في دورة تدريبية وتخرجنا بعد 7 أشهر من الدراسة والتدريب، ثم مارسنا مهامهن في تنفيذ الكثير من الأعمال. وأضافت: تفاجأنا قبل أيام بإسقاط أسمائنا من كشوفات المرتبات وإبلاغنا بفصلنا من الخدمة دون مبرر يذكر. وطالبت المحتجات إعادتهن إلى القوات الحكومية وصرف مرتباتهن، بالإضافة إلى إلغاء القرار الذي وصفناه بالمتحيز ضد المرأة. كما أن الاحتجاجات سوف تستمر، مهددة بنقل الاحتجاج إلى مقر قيادة المحور في مدينة تعز. قالت مصادر محلية في مريس لسبتمبر نت إن الميليشيا المتمركزة في جبل ناصا قصفت المواطنين المارين في قرية سون بمريس، ما أدى إلى إصابة مواطن من قرية حمر بمديرية قعطبة يدعى محمد علي محسن أثناء مروره من الطريق باتجاه قرية سون لمعاودة كريمته. يضيف الموقع: في حين أصيب مواطن في قرية سون غرب مريس شمال محافظة الضالع نتيجة قصف الميليشيات أثناء مروره بالطريق العام. وأوضحت المصادر أن الميليشيا المتمركزة في جبل ناصا قصفت المواطنين المارين بسلاح BMB ومنع المواطنين والأقارب من القرى والمناطق المجاورة من الدخول من الطريق ومنعهم من الزيارات للوصول إلى أقاربهم. توترات في الأعوام العشرين الأخيرة، الانعطافات السياسية والاقتصادية الحادة. وكان بعضهم توقع أن يؤدي التجديد التكنولوجي على شاكلة الإنترنت كل 5 سنوات إلى انقلاب الأحوال الاجتماعية والاقتصادية. هكذا بدأت رئيسة مجلس إدارة معهد الدراسات العليا في الدفاع الجوي الفرنسية نيكول غني سوتو، والتي حاولت تحليل المشهد العام السياسي والاقتصادي. الانقلابات والثورات السياسية هي التي طبعت بطابعها مجرى الحوادث، ودعت التحليل الاستراتيجي إلى تقديم مفهوم الانعطاف أو القطيعة والإقرار له بالصدارة، وليس النظر في عوامل النظام العالمي المستقرة ومفتاح التحليل، بل عناصر الاضطراب غير المحسوبة. وأمس استباق أطوار النظام العالمي أمرا عسيرا أو ممتنعا. وإذا تناولنا المنعطفات الأخيرة مثل عام 1991 سقوط الاتحاد السوفيتي، وعام 2001 الهجمات على مركز التجارة العالمي، وعام 2003 حرب العراق، وعام 2008 حرب جورجيا، وعام 2011 الربيع العربي، وعامي 2013 و 2014 سوريا وأوكرانيا، وفي عام 2016 البريكزيت وترامب. اضطررنا إلى الإقرار بأن كل سنة من السنوات هذه ساهمت في تغير العالم، ويتصدر سقوط الاتحاد السوفيتي هذه المنعطفات، وليس السبب في الصدارة تلاشي الشيوعية وتبددها فحسب. ففي ثمانينيات القرن العشرين وفي وقت واحد تقريبا قرر النظامان الشيوعيان في روسيا السوفيتية وفي الصين تبني اقتصاد السوق الليبرالي، وقرارهما المتزامن هو أصل العولمة. ولم يرى الأوروبيون إلا ثورة الاتحاد السوفيتي وغفلوا عن ثورة الصين. لا جدال في أن العولمة كانت نبأ سارا لثلاثة أرباع الإنسانية، فمن بابها دخل المزارع الصيني أو المزارع الهندي إلى السوق الاقتصادية والمدرسة وتربية الأطفال، ودخلت النساء إلى هذه المرافق. ولكن العولمة كانت عاملا أخل بأحوال البلدان التي قوضت العولمة صناعتها، وأولها البلدان الأوروبية. ونميل إلى حمل العولمة على سلبياتها،
فليس سامريا طيب القلب من شاء يلج سوق العمل في السنة الواحدة 15 مليون هندي، ولكن هذا لا يفرح قلب العامل الفرنسي بالضرورة، فالعولمة هي من ناحية خطوة تقلص الفقر، وهي من ناحية أخرى عامل يخل بتوازن أوروبا. ولا أرى قرائن على دخول منطقة الشرق الأوسط الكبيرة العولمة على رغم تلويح بعض بلدانها الصغيرة بسراب خادع، ومفارقة العولمة تفضي إلى إخلال عميق بالتوازنات، فهي تعظم الثروة وتفاوت العوائد معا وفي وقت واحد. الاستيلاء على مبنى اتحاد الأدباء المدمر في عدن انتهى وفقا لموقع عدن الغد، والذي عنوان أمن عدن ينهي محاولة الاستيلاء على مقر اتحاد الأدباء والكتاب بخور مكسر ويدعو قيادته لاستلامه. وقال الموقع إن إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية خور مكسر قامت بإنهاء محاولة البسط والاستيلاء غير القانوني على مقر اتحاد الأدباء والكتاب وإزالة كافة الاستحداثات العشوائية التي تمت بأرضيته خلال الأيام القليلة الماضية من قبل الباسطين. نفذت شرطة خور مكسر مسنودة بقوة من إدارة أمن عدن ومكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية حملة إنهاء لعملية البسط على مبنى الاتحاد الكائن بساحل أبين والذي تضرر جراء الحرب، وإزالة البناء العشوائي المستحدث فيه مؤخرا بطريقة غير عشوائية. ودعت إدارة أمن العاصمة عدن قيادة اتحاد الأدباء والكتاب بعدن إلى استلام مقرها مؤكدة رفضها القاطع لكافة أشكال البسط ومحاولات الاستيلاء على أي من الممتلكات العامة والخاصة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الخارجية الأمريكية: أطفال اليمن ضحايا الاتجار بالبشر وانتهاكات جنسية، عنوان لصحيفة العرب الجديد والتي قالت في تفاصيله. وضعت وزارة الخارجية الأمريكية 3 دول عربية هي اليمن والصومال وليبيا ضمن فئة الحالات الخاصة في تقرير الاتجار بالبشر لهذا العام، واحتفظ اليمن بتصنيف الفئة الخاصة أي المقلقة للغاية للسنة الثانية على التوالي، إذ رأى تقرير هذا العام أن الدولة اليمنية لم تبذل أي جهود ملموسة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما فيما يتعلق بتجنيد الأطفال والسياحة الجنسية التي باتت مقصدا لسياح قادمين من دول مجاورة. وسلط التقرير الذي نشره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع للخارجية الأمريكية الضوء على عجز الحكومة اليمنية عن معالجة تلك الجريمة، مبينا أن الأخيرة لم تقم ببذل أي جهد يذكر في سبيل تطبيق قانون مناهض للاتجار بالبشر. ينوه التقرير إلى أن الحكومة اليمنية لم تنفذ خطة الأمم المتحدة المقرة عام 2014 لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال أو الجنود الأطفال، وخلال هذا العام تحديدا زادت الجماعات المسلحة في اليمن من وتيرة تجنيد الأطفال وتدريبهم ونشرهم في ساحات القتال. وتنقل الخارجية عن تقارير موثقة أن الأطفال المسلحين وبعضهم لا يتجاوز سن 10 عملوا في ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية، كما أن ثمة عائلات داعمة للانقلابيين الحوثيين بمن فيها تلك المقيمة خارج مناطق سيطرتهم قد أرسلت بالفعل أطفالها إلى معتقل جماعة الحوثي في صعدة بغرض التدريب العسكري. صحيفة الخليج تابعت انتشار وباء الكوليرا في اليمن ونقلت عن كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ في اليمن الدكتور أحمد زويتن قوله إن عدد الحالات الإصابة أو حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن بلغ أكثر من 218,000 حالة. وأضاف زويتن في مؤتمر صحفي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالكوليرا بلغ 1400 حالة حتى الآن. وأوضح أن منظمة الصحة العالمية وشركائها بدأوا في الشهرين الماضيين توسيع نطاق عملياتهم لتشمل العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات المتضررة، ما انعكس على تراجع معدلات الوفيات خلال الأسبوعين الماضيين. مطلوب دولة مؤسسات في العالم العربي
تحت هذا العنوان كتب سمير الزبن مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا: في تجربة الدولة العربية يتم توزيع المواقع والمناصب السياسية كإقطاعيات على المقربين، ليس حصصا سياسية فحسب بل مردودا اقتصاديا أيضا. وفي تجربة الدولة الفاسدة حدث ولا حرج، فالاقتصادات الوطنية تنهب في وضح النهار ولا أحد يحاسب أحدا ما دام من ينهب مرضيا عليه من شاغل مركز السلطة. ليس هذا وحسب، بل وكما أن الهيمنة أحادية الجانب على السلطة، كذلك يتم توظيفها للحصول على المردود الاقتصادي أيضا، حيث تعود ملكية الشركات الكبيرة إلى أقطاب هذه السلطة، وهناك من يحتكر مواد بعينها ووكالات وتوريدات وخدمات أصحابها مرتبطون بمركز السلطة، وهي التي تمنحهم هذه الامتيازات والتسهيلات التي لا يمكن أن يتمتع بها شخص لا يدور في فلك الشاغل الأول للسلطة، وهو ما يفقد الدولة أي معايير موضوعية في أدائها. وفي ظل المؤشرات السلبية التي أعطتها تجربة الدولة العربية من إمكانية قيام سلطة تحترم القانون والمواطن، وفي ظل الانهيارات التي تشهدها الدول المنطقة ذاتها بحكم تخريب الاستبداد لها وتفريغها من مضامينها على أكثر من صعيد، وفي ظل الانقسامات غير المؤسسة التي أدت إلى انفجارات واسعة في دول عربية عديدة، كل هذا لا يجعل الدولة الديمقراطية الحديثة فائضة عن الحاجة، بل تصبح ضرورة ملحة لأنها وحدها القادرة على تنظيم الصراعات داخل المجتمع ومنعها من الانفجارات الدموية التي نشهدها اليوم وقد نشهدها أوسع في المرحلة المقبلة. تساءلت شبكة البي بي سي ماذا سيحدث لو تخلى سكان العالم عن تناول اللحوم، لتعود وتجاوب عن سؤالها بالقول إنه إذا تبنى سكان العالم نمطا غذائيا واحدا يعتمد على تناول النباتات فقط بحلول عام 2050 سينخفض عدد الوفيات في العالم بنحو 7 ملايين شخص كل عام. النظام الغذائي المعتمد على تجنب تناول جميع أنواع اللحوم وجميع منتجاتها سيساهم في تقليص عدد الوفيات بنحو 1 مليون شخص آخر، وسينخفض أيضا نسبة انبعاثات الغازات الضارة في الجو المتعلقة بإنتاج الغذاء بنحو 60%، وذلك وفقا للباحث ماركو سبيرنيغان. كما أن إعادة تجهيز المراعي السابقة وتحويلها إلى غابات طبيعية قد يخفف من حدة التغيرات المناخية ويعيد التنوع البيولوجي إلى وضعه السابق، لكن المزارعين في الدول النامية قد يعانون من ذلك كثيرا، فالمراعي القاحلة وشبه القاحلة لتربية الماشية كما في المنطقة التي تعرف باسم الساحل الأفريقي بجوار الصحراء الكبرى لا يمكن استخدامها إلا في تربية الماشية. صحيفة القدس العربية عنونت في أحد أخبارها المنوعة: الشرطة الألمانية ترفض طلبات توظيف قصار القامة. قالت الصحيفة إن محكمة ألمانية أكدت حق جهاز الشرطة في اختيار موظفيه بناء على طول معين، وذكرت المحكمة الإدارية في برلين في حيثيات قرارها الذي نشرته أن الحد الأدنى المنصوص عليه لطول قامة موظفي الشرطة، والذي يبلغ 1.60 متر للنساء و1.65 متر للرجال، من الشروط المقبولة في التوظيف. وأضافت المحكمة أن الشرطة معها الحق في رفض تعيين امرأة يبلغ طول قامتها 1.54 متر في الشرطة الاتحادية، وطعنت المدعية على الحكم للتقاضي في محكمة أعلى درجة. وفي أخبارها الأكثر قراءة عنونت صحيفة البيان الإماراتية: دفن ابنه وبعد 11 عاما يتلقى اتصالا منه. قال الموقع إنه بعد 11 يوما من دفن ابنه تلقى فرانك كريغان من ولاية كاليفورنيا اتصالا من صديق يخبره أن ابنه ما زال على قيد الحياة، ولم يصدق الوالد الخبر إلا بعد أن سمع صوت ابنه بنفسه عبر الهاتف. ويعود سبب الخلط إلى حدوث خطأ لدى تعرف السلطات على جثة شخص وجد ميتا في 6 مايو في مدينة فاونتن فالي بالولاية. وأخبر الطبيب الشرعي كريغان أن الجثة تعود إلى ابنه فرانك 57 عاما الذي يعاني من مرض عقلي،
وفي 12 من مايو أنفقت العائلة 20,000 دولار على جنازة حضرها أشخاص من مختلف أنحاء الولاية على أساس أنها تقوم بدفن ابنها، لكن مكالمة هاتفية في 23 من الشهر ذاته حملت خبرا مفاجئا للأب بأن ابنه ما زال على قيد الحياة. وقال محامي كريغان إن سبب الخطأ في التعرف على الجثة قد يعود إلى صورة قديمة لرخصة قيادة الرجل المتوفي، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث. اختارت صحيفة الديلي تيليغراف مجموعة ساحرة من الصور لبعض المناطق في بريطانيا ونشرتها في صفحتها الرئيسية، وفي جولتنا المصورة سنتابع بعض هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.